نحن رايحين لغة فرنسية السنة أولى إعدادي نستأنف مع الصفحة رقم 122 لاباج 122 سنأخذ دون لي هوتيرب. لاغب المقصود به هو العشب. دون لي هوتيرب كما نقول في الأعشاب العالية، المقصود عالية القامة. إذا نتكلم عن أعشاب طويلة بمعنى آخر. إذا المعنى هنا دون لي هوتيرب كما نقول بين الأعشاب الطويلة، بين الأعشاب الطويلة. إذن الأوبجيكتيف، الأوبجيكتيف المقصود به هو الهدف كما قلنا فيما سبق. إذن هدف الفقرة هو ريكونيتر لا ديسكريبسيون دو سونساسيون، دو سونساسيون. أوبجيكتيف الهدف، ريكونيتر لا ديسكريبسيون دو سونساسيون، معرفة وصف الإحساس. هنا طبعا سونساسيون عندها واحد اس في الاخر، اذا نتكلم على الاحاسيس. ريكونيتر لا ديسكريبسيون دو سونساسيون، اذا معرفه وصف الاحاسيس. طبعا لا ديسكريبسيون تاتي من فعل ديكريغ، ديكريغ تعني وصف. ريكونيتر لا ديسكريبسيون دو سونساسيون، معرفه وصف الاحاسيس. اذا هنا سننظر كيف لنا ان نصف إحساسا أو شعورا. إذن سنتعلم المصطلحات التي تقربنا من هذا. ثم أيضا من ضمن هذا الأوبجيكتيف، من ضمن هذا الهدف، ديجاجي لي كاركتيريستيك دو سو جونغ دو ديسكريبسيون. ديجاجي لي كاركتيريستيك دو سو جونغ دو ديسكريبسيون. ديجاجي يعني أنك تستخرج. إذن هنا نتكلم عن استخراج. استخراج ماذا؟ لي كاركتيريستيك، استخراج المميزات دو سو جونغ لهذا النوع دو ديسكريبسيون من الوصف. إذن استخراج مميزات هذا النوع من الوصف. إذن غنشوفوا أشنا هي المميزات اللي تتميز هذا النوع من الوصف اللي متعلق بالإحساس، وغنستخرجوها قبل أن نرى النص. نرى هذا الجدول pour faire découvrir la notion de sensation, on prend le tableau suivant. إذن من أجل معرفة معنى لا سونساسيون، من أجل اكتشاف مصطلح سونساسيون، مصطلح إحساس، نبخونو لو تابلو سويفون، نأخذ الجدول التالي. إذن كما نرى هذا الجدول عندنا جونتون، يعني أنا أسمع. طبعا جونتون هذا لو فيرب أونتوندر، هذا لو فيرب أونتوندر. Je sens, هذا لو فيرب سونتير، هذا لو فيرب سونتير هي اللي تجي منها لا سونساسيون، يعني الإحساس. Je vois، أنا أنظر. C'est le verbe voir، c'est le verbe voir، هذا فعل رأى. ثم عندنا je tâte ou bien je palpe، يعني أنا أتلمس، يعني أنني تتلمس بالأصابع ديالي. Je tâte، je tâte ou bien je palpe، c'est le verbe palper، c'est le verbe tâter. ثم je goûte، جو غوت يعني انا اتذوق، انا اتذوق. ثم عندنا ليزيو يعني الاعين او العينين. ثم ليزوغاي الاذان او الاذنين. ثم ليدوا لما، ليدوا يعني الاصابع، لما يعني اليد، يعني هناك تقارب. ثم عندنا لا لونغ، لا لونغ، لا لونغ ممكن ان تعني اللغه، ولكن تنعرف بان اللغه طريقها هو اللسان، لذلك نقول اللغات أو نقول اللسانيات. إذن لا لونغ المقصود به هنا اللسان، أو لا بوش، أو لا بوش يعني الفم، ولكن تحديدا نتكلم عن اللسان. أيضا ثم عندنا لوني، عندنا لوني يعني الأنف. ثم في العمود الأخير عندنا لو توشي، عندنا لو توشي، لو توشي المقصود به اللمس ومن فعل توشي. ثم عندنا لوغو ومن فعل غوتي كما رأينا فيما سابق جو غوت. ثم عندنا لودورا، لودورا يعني الشم. ثم لا في، لا في يعني الرؤية ومن فعل فوار. ثم عندنا لوديسيون يعني السمع. ثم لوديسيون يعني السمع. إذن قبل أن ندخل للنص نأخذ هذه المقدمة. إذن واضح بأن هناك علاقة ما بين مكونات كل عمود مع بقية مكونات باقي الأعمدة. إذن كيف لنا أن نربط بين هذه المكونات؟ Nous allons relier les différentes parties du tableau. سنربط مختلف مكونات هذا الجدول. إذا أخذنا جونتون، جونتون
J'entends, ça n'arbête pas ma mada, ça n'arbête pas maintenant ma les yeux, ou bien les doigts, ou bien la langue, la bouche, ou bien le nez. J'entends, pas bien, ça n'arbête pas ma les oreilles. أنا أسمع سأسمع عن طريق الأذنين إذا جونتون طبعا سأربطها مع ليزوغاي بماذا يتعلق الأمر؟ هل يتعلق الأمر بلوتوشي يعني اللمس لوغو يعني الذوق لودوغا يعني الشم لا في الرؤية لوديسيون يعني السمع إذا أكيد عدى علاقة بلوديسيون طبعا عدى علاقة بلوديسيون إذا هذه الكلمات الثلاث إذن تربطوا علاقة إذن نأخذ الكلمة الثانية جوسون هذا لو فيرب سونتير كما قلنا فعل أحس جوسون يعني أنا أشم أو أحس هذا المعنى جوسون المقصود بأنا أشم أو أحس إذن جوسون أي عضو سنستعمله في الشم إسكو ليز يو ليز أوغاي لي دوا لا ما لا لونغ أو بيان لا بوش أو بيان لو ني طبعا سنستعمل لوني ثم بعدها بماذا يتعلق الأمر هل يتعلق بلوتوشي أو بيا لوغو أو بيا لودوغا أو بيا لافي أو بيا لوديسيون طبعا يتعلق الأمر بلودوغا لودوغا يعني الشم ثم جوفوا جوفوا يعني أنا أرى سلوفا فواغ ما هو العضو الذي سنستعمله في الرؤية جوفوا هل سنستعمل لي زيو لي زوغاي لي دوا او بيان لا مان لا لونغ او بيان لا بوش او بيان لو ني سنستعمل لي زيو سنستعمل الاعين او العينين بماذا يتعلق الامر هنا هل يتعلق ب لو توشي لو غو لو دوغا لا في او بيان لوديسيون يتعلق الامر ب لا في لا في يعني الرؤيه ثم جو طات او بيان جو بالب Je tâte ou bien je palpe. يعني أنني أتلمس. لكي أتلمس. أو ألمس. هل سأستعمل les yeux, les oreilles, les doigts ou bien la main, la langue ou bien la bouche ou bien le nez. طبعا لكي تلمس شيئا ستستعمل les doigts ou bien la main. Et enfin, عدنا جو قوت. سلوفير غوتي غوتي يعني انك تتذوق غوتي يعني انك تتذوق وما نساوش راه عندنا واحد الشابو فوق اي كاين اكسون سيركونفليكس جو غوت يعني انا اتذوق سلوفير غوتي باي عضو نتذوق هل سنستعمل مثلا لي زيو او بيان لي زوراي او بيان لي دوا او بيان لا ما لا لونغ او بيان لا بوش او بيان لو ني بيان سور On va utiliser la langue ou bien la bouche. Ba'daha, on pose la question que désignent les mots de la colonne de droite. Mada tumattil al-kalimat al-mawjouda fi al-amoud al-ayman. Natakallam al-lutouché, logo, l'odorat. La vue ou bien l'audition. Que désirent les mots de la colonne de droite? Taban ra'ayna fi masabak, kalimat sensation. Pour faire découvrir la notion de sensation. Min ajli iktishaf mustalah sensation. Quel mot reconnaissez-vous dans sensation? Quel mot reconnaissez-vous dans sensation? Ayu kalimatin tata'arrafuna 'alayha? في كلمة sensation لأن هذه الكلمة هي التي ستجيب عن que désire les mots de la colonne de droite que désire les mots de la colonne de droite ماذا تمثل كلمات العمود الأيمن طبعا باستخراج الكلمة الموجودة في كلمة sensation سنجيب عن هذا السؤال إذن dans sensation je reconnais sens dans sensation je reconnais sens في كلمة sensation أنا أتعرف على sens sens يعني حاسة أو حس طبعا الجواب عن que désigne les mots de la colonne de droite إذن هو les mots de la colonne de droite désigne les cinq sens les mots de la colonne
دو دووات ديزين لي سانك سونس. إذن الكلمات الموجودة في العمود الأيمن تعبر عن الحواس الخمس. الحواس الخمس طبعا نتكلم عن لو توشي يعني اللمس، لوغو يعني الذوق، لودورا يعني الشم، لافي الرؤية، لوديسيون يعني السمع. نستأنف مع بقية الموضوع في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.